وخلينا كده نطمن على الطقس كمان من حضرتك. يعني احنا ابتدينا الشتاء تحديدا تقريبا في يوم 22 ديسمبر، وحضرتك قلت لنا هيكون يعني في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، وقد كان بصراحه احنا شاهدنا يعني بروده شديده الى حد ما الايام اللي فاتت والشهر كمان اللي فات بالليل تحديدا او في ساعات الليل. يعني خلينا نطمن من حضرتك كمان الاسبوع ده هيحمل لينا ايه او الايام الجايه. اتفضلي يا دكتور. بالفعل يمكن احنا بدأنا نشهد الانخفاض في درجات الحرارة الملحوظ خاصة فترات الليل، لأن الصغرى فترة الليل أحيانا بتوصل لعشر درجات على القاهرة الكبرى، بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد جنوب الصعيد توصل لأقل من عشر درجات أحيانا، فاحنا بدأنا نحس بالأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة خلال صحيح. فترات الليل. اليوم احنا بنتأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، المنخفض ده متعمق بشكل كبير، يمكن كان بالأمس على سواحلنا الغربية لكن اليوم هيتعمق على أغلب المناطق الشمالية، فهيكون معاه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وطبعا سقوط الأمطار، وكمان الأمطار دي هتكون أمطار رعدية، يمكن بدأت بالفعل خلال ساعات الصباح الأولى على محافظة الإسكندرية وبعض المناطق من مطروح، فاليوم متوقع أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مرورا طبعا بمطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، وده هيكون على فترات متقطعة من اليوم. أيضا الأمطار هتمتد للمناطق الداخلية وتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري، المنوفية الغربية، الشرقية، بعض المناطق من سيناء ومدن القناة وخليج السويس. خلال فترات المساء الأمطار هتتقدم وتوصل للقاهرة الكبرى، أمطار خفيفة وأيضا قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى وبعض المناطق بالفعل من شمال الصعيد. فاليوم الأمطار هتشمل أغلب المناطق، أمطار متفاوتة الشدة وبتختلف من منطقة لمنطقة، من سواحلنا الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان إن احنا طبعا استمرار غدا إن شاء الله الأربعاء هيكون في استمرار لفرص الأمطار، لكن كميات الأمطار غدا هتكون أقل من اللي هنشهدها اليوم بإذن الله. فغدا الأمطار هتكون أمطار ما بين الخفيف والمتوسط على السواحل الشمالية، هتمتد خفيفة أيضا للقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد. فاحنا اليوم وغدا هيكون في أمطار على أغلب المناطق الشمالية، أمطار متفاوتة الشدة ونسب الحدوث كمان بتختلف. طيب الساعات المتوقع فيها سقوط أمطار لو هتكلم تحديدا عن القاهرة تقريبا، لحضرتك عندك معلومة يعني؟ يعني احنا بنقول بعد فترات المساء، يعني بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المساء كده ان شاء الله يبقى في متوقع بداية سقوط امطار، ممكن كمان يكون يعني مع ساعات المغرب تحديدا او يمكن قبلها بشوية تبدأ تدريجيا فرص الامطار تبقى موجودة على القاهرة الكبرى، لكن طبعا هي تختلف وقتها وكمياتها من منطقة لمنطقة كمان في القاهرة الكبرى تحديدا، فهي تختلف بشكل متفاوت على اغلب مناطق الجمهورية، وهتستمر معانا الى مساء الاربعاء ان شاء الله الى مساء غدا. مع مساء غدا هتبدا الامطار تنحصر فقط في السواحل الشماليه، مع يوم الخميس هتبدا تتلاشى من على اغلب المناطق فيما عدا السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط، لكن كميات الخميس كمان هتبقى اقل وتكون امطار خفيفه فقط على سواحلنا الشماليه. كمان الظاهره الجويه اللي هتكون مؤثره معانا بشكل كبير من يوم الخميس، يمكن احنا بنشوفها خلال هذه الايام، الشبوره المائيه الكثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، شبوره مائيه كثيفه يعني مزيد من الانخفاض في الرؤيه الافقيه، وبدانا نلاحظها كلنا خلال فترات الصباح الباكر والساعات الليل المتاخره في الطرق الزراعيه تحديدا، فمهم جدا ناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق، تبقى دايما بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، حتى سطوع اشعه الشمس، مع سطوع اشعه الشمس الشبوره المائيه بتبدا في التلاشي، وكمان طبعا احنا مستمر معانا انخفاض درجات الحراره فتره النهار وفترات الليل، العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 19 وال 20 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين ال 11 وال 10 درجات مئويه خلال فترات الليل، يعني الطقس فتره النهار هيكون طقس شتوي لطيف فتره النهار، لكن فترات الليل ناخد بالنا من البروده والاجواء شديده البروده خاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. هيبقى شتوي مش لطيف بالليل. خلال فترات الليل اجواء شتويه شديده البروده في بعض الاماكن خاصه المدن الجديده الاماكن الصحراويه. رائع جدا، يعني تغطية أكثر من رائعة كالعادة دكتور منار، بشكرك جدا على هذه التغطية، ونخلي بالنا جدا لأن دكتور منار دايما بتبقى حريصة أن هي توضح تحديدا الفترات اللي بيبقى فيها شبورة، لأن كم الحوادث اللي ممكن تنتج
والمصايب اللي ممكن تحصل والكوارث اللي ممكن للأسف تبقى موجودة كبيرة من الشبورة. شفنا ده تقريبا من سنتين حاجة زي كده، كان في كذا حادث حصل بسبب الشبورة، وناس ما بتلتزمش وما بتسألش وما بتعرفش وبتاخد الطريق وتسافر من غير ما تطلع هل هيكون في شبورة مائية ولا لأ. للأسف الشديد في منتهى الخطورة، يعني أكيد كلنا حصلت مرة إن إحنا بنكون سايقين غصبا عننا وفجأة الشبورة بتظهر حتى في ساعات مختلفة من اليوم، بس بتبدأ عادة في الصباح الباكر. هتلاقي إن السواقة معدمة، أنت مش الرؤية معدمة، أنت مش شايف، أنت مش شايف تماما، ربنا ما يكتبها علينا. يعني بتبقى حاجة صعبة، بتبقى خايف إن أي عربية تيجي تخبطك، معرض في أي وقت الحادث. فنخلي بالنا على قد ما بنقدر، وده من خلال طبعا الفقرة إحنا بنكون حريصين نقدم لحضراتكم الإرشادات المطلوبة.